دام ان احنا بطاري الافلام الاخ ابراهيم العنزي يسال لو شخص يبي يحول قصتك لفيلم هل توافق وما هي شروطك؟ والله في شركه كويتيه بس ما اقدر اقول اسمها أه نعم كلمتني ان أه في اثنين من المخرجين الامريكان من هوليوود و ويريدون أن يعني يحولوا هذه القصة قصتي إلى فيلم لكني رفضت ليش؟ لأني يعني موقن أن راح تكون هناك مخالفات شرعية فأنا ما راح أتحملها أمام الله سبحانه وتعالى ولن أوافق على ذلك كذلك القبس عرضوا أن يحولون قصتي إلى مسلسل لكني أيضا لا أريد ذلك لنفس السبب؟ لنفس السبب، أخاف، أخاف إن يعني تتغير القصة أو تدخل فيها محاذير شرعية، ما ما أحطها بذمتي يعني. أه الأخ أنس زيدان يقول حدثنا عن خلفيات المترجمين، لؤمهم أو طيبتهم؟ أولاً قبل أن أتكلم عن لؤم أو طيبة المترجمين، طبعاً هم يعني لا توجد جنسية في غوانتنامو إلا وهناك مترجمين يعني ينتمون الى هذه يعني يعرفون هذه اللغه يعني م معتقلين افغان يوجد مترجمين افغان، معتقلين باكستانيين يوجد مت لازم تركستانيين يوجد مترجمين تركستانيين، عرب عرب من كافه الجنسيات لان اي جنسيه راح تفهم بقيه العرب. وكان في جنسيه يعني اكثر مترجمين في غوانتانامو كانت من الجنسيه العراقيه. وعندنا كان هناك مترجمين مصريين وفلسطينيين ولبنانيين وواحد مغربي وواحد جزائري ف ومره من المرات حقق معي محقق وكان المترجم واحد يتكلم كويتي ما ادري هل عنده جنسيه كويتيه وبعدين راح عاش في امريكا واخذ الجنسيه الامريكيه واشتغل بالجيش او انه يعني عايش في الكويت ما حاولت تسالهم كلامه كان كويتي لا ما لانه هو, هو, هو ما يبي يجاوب يعني حتى مرات مره من المرات كنت لما اتكلم مع المحققين فكان هو يجاوب فكنت قد قطعت يعني ما يفهم الا الكويتي كان يضحك لا 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 واضح انه عايش 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 في الكويت ومره من المرات حقق معي رئيس المترجم المحققين ريتشارد كان المترجم حقه واحد يتكلم جداوي بطلاقه يعني يا انه هو فعلا سعودي وعايش في امريكا واخذ الجنسيه الامريكيه و أو إنه عايش في جدة. واحدة من الثنتين، ولا ولا يوجد أحد من هؤلاء المترجمين يمثل مجتمعه. يعني لما نقول مصري ونقول كذا ولا نقول كذا لا يعني إنه يمثل مجتمعا. المترجمين يعني في هناك شريحة كبيرة منهم كانوا سيئين صراحة معنا. يعني كان لما يعني يون يناديهم الجندي في مشكلة، فيقول المعتقل جيب التفاحة. زين لان انت احتفظت فيها خارج الوقت المسموح لك لازم تسلمها ليش مخبيها انا شفتك فالمترجم يترجم له بزي بزياده عيار اكثر شويه يعني يزيد السيء وطبعا يصير بينهم وبين المعتقلين صدامات يعني بهذا الخصوص بسبب انه يتكلم عن جهيه ملكه اكثر من ملك وبعض المترجمين وهم قله صراحه لكن هناك من المترجمين من كانوا فعلا متعاطفين كان واحد ما ودي اقول اسمه او او النك نيم حقه كونيتا يعني مصري كان متعاطف أن نادي يصلح كان واحد عراقي متعاطف جدا جدا كان متعاطف معانا يعني شلون لمست هذا كيف يتعاطف يعني تصير مشكله فهو يقول حق المعتقل لما ينادون الجنود فهو هو اذا هو المعتقل يقول الحمد لله انا فلان مترجم مشكله مع الجندي فيقوله يقوله له روح نادي الواتش كوماندر يقوله ما انصحك تنادي الواتش كوماندر الواتش كوماندر اليوم سيء انطر الشفت الجاي افضل لك لان الشفت الجاي راح يكون فلان الفلاني هذا جيد معاكم فعلشان يحل مشكلتك ولان هذا راح يوقف مع الجندي فهمني فيوجهك يوجهك يوجهك بحيث انك انت يعني تتصرف بالطريقه الصحيحه يعني اتذكر كان في مترجم مصري كانوا الشباب مسمينه زغلول كبير في الس كبير في السن وقصير وشعره مفلفل وكان والله بصراحه لا هو سيء ولا هو متعاطف عايز اعيش يعني انا من هالنوع فكانوا معتقلين وكان معنا معتقل مصري دمه خفيف يا اخي فكان ينادي يا زغلول بص معايا شويه هنا فيجي زغلول عرفت؟ فتصير مواقف احيانا مضحكه انت ذكرت ان المترجمين في عدد منهم كانوا عرب يعني اختلاف الاقطار العربيه بين المترجم والمعتقل هل سوت في بعض الاحيان مثلا سوء فهم او خطا في الترجمه لا بسبب اختلاف اللهجات لا لكن بعض المترجمين يتعمد يتعمد انه يترجم بطريقه سيئه خاصه في التحقيق يعني احد المحق المعتقلين افغاني فيقول للمترجم المحقق يسأله يقول له هل أنت مع طالبان؟ فالمترجم يقول لا أنا مو مع طالبان المترجم يترجم يقول نعم أنا مع طالبان وتسجل عليه هذه يعني أنا مرة من المرات كنت قاعد أتكلم مع المحقق والمترجم يترجم يعني فسألني على أمور فكرية تتعلق بالإسلام فأنا قلت له أنا أؤمن آه بهذه القاعدة أو قلت له أنا أؤمن بالقاعدة أن أبي أكمل الآن القاعدة التي تقول كذا وكذا يعني الحين بكمل فهو راح ترجم له وقال له هو يقول أنا مؤمن بتنظيم القاعدة وأنا م... وأنا منظم لتنظيم القاعدة قلت له هاي إيش قاعد وكذلك وإحنا في العنبر يعني تعرف في أجهزة تنصت فكانوا كانت تلتقط كل الكلام اللي احنا نقوله فاحيانا تكون في دروس في العنبر في الاربعين النوويه في بلوغ المرام لابن حجر تفسير ونحو الى اخره فمره من المرات واحد من الشباب كان يعطي دروس في الاربعين النوويه ترجموها للمحققين ان هؤلاء قاعدين يتعلمون على كيفيه صناعه الاسلحه النوويه وان استطاعوا استطاعوا أن يصنعوا أربعين قنبلة نووية كيف تتعامل مع ترجمة لذلك هذا اللي خلاني أجتهد أني أتعلم إنجليزي لهذا السبب وبيني وبينكم يعني صراحة ليس فقط للتحقيق لكن وجدتها فرصة ثمينة لدعوة الجنود إلى الله سبحانه وتعالى فاجتهدت في هذا المضمار لأني وجدت أثرها يعني حتى لما اتناقش مع الجنود وكذا لما تعرف انجليزي وتعرف كذا والله العظيم فعلا يعني تعطي الحقيقه قوه تزيدها قوه وجمالا ورونقا السؤال من نور التوحيد يقول اشكل علي قولك في الحلقه السابعه عدم القدره على قراءه القران وقت الشده العاليه عندما تبلغ القلوب الحناجر في الكلام عن القصف في تورابورا اي صحيح يعني انا اعطيك مثال علشان انت تفهم الواقع مع مع الفارق الهائل بين المثال وبين الحدث اللي اللي احنا عشناه، يعني لو انت تروح تركب قطار الموت للالعاب والقطار يصعد فيك وينزل شفت واحد يسمع سوره هود والقطار قاعد يمشي فيه الناس قلبها تحس واصل هني، صح ولا لا؟ حتى بعضهم ما يقدر يتنفس من الهول صح ولا لا؟ صحيح اللي احنا عشناه اعظم ألف مره من من قطار الموت اللي الناس تلعب فيه. يعني قصف مكثف من قنابل طنيه صواريخ موجهه النار تل تشتعل حولك الجثث فطبيعي طبيعي لكن تذكر الله سبحانه وتعالى الذكر السؤال من ابو عثمان كيف تتذكر هذه التفاصيل وقد مضى عليها ما يقارب العشرين سنة ولا أظن كان معك دفتر تدون فيه هذا الأمر أنا وضحته في كتابي بداية كتابي في المقدمة ذكرت أن من فضل الله سبحانه وتعالى أن كنت أستخدم الرسائل اللي كنت أكتبها للمحامين لأن كان مسموح لنا أن نكتب للمحامين بعد 2006 و7 يعني يعني وسعوا دائره الرسائل للمحامين سمح لنا اكثر خاصه لما فكنت حتى وقت مجيئهم كنت اكتب رسائل خاصه لاهلي ورسائل كذلك توثيق القصص اللي كانت تحدث وكنت اخذ كذلك من الشباب اللي حولي يذكروني تذكرون القصه الفلانيه القصه الفلانيه اللهم لك الحمد انا كنت واثق بالفرج وحتى اني حددت اسم الكتاب في الاسبوع الثاني من وجودي في جوانتانامو واثق البلاء الشديد والميلاد, والميلاد, الجديد فضل الله فكنت يعني احاول اني اوثق القصص بدقه واستعين باخواني اللي معي لاني واثق اني راح اخرج يوما ما ولا اريد ان انقل القصص بالمعنى العام لان المعنى العام راح يخليها غير دقيقه فهذا ساعدني جدا ان لما رجعت وجدت أن الله يرحم الوالد والله يحفظها الوالدة يعني احتفظوا بحقيبة ضخمة مليئة بالأوراق اللي أنا كنت كاتبها اللي أنا كتبتها قريبا من ألف ورقة بل أكثر وكثير منها كان رؤوس أقلام على أساس أنا بس أتذكر وأصيغها بأسلوبي بعد ما أرجع بإذن الله إلى بلدي فهذا اللي ساعدني اللي ساعدني أني كنت أكتب للمحامين على أساس أنها يعني جزء يعني متعلقه بقضيه لان مو مسموح ان انا اذكر قصص هكذا بس يكمل الاخ ابو عثمان آه لماذا لا نرى بقيه من افرج عنهم يرون ما حصل لهم في غوانتنامو خصوصا ان خصوصا وانهم سيكون لهم نفع في المجتمع وبيان للحق ولا شك ان الناس سيحبونهم لصبرهم والله تمنيت واسال الله ان يكتب اجورهم وعايش حياته وطلبت من بعضهم والله لكن كان لهم وجهة نظر أخرى يعني أن يكونون بعيدين عن الأضواء ويعيشون حياتهم يعني ولا شك أن موضوع أن التصدي له ضريبة التصدي لهذا الموضوع له ضريبة يعني من اللهم لك الحمد مو من بلدنا في الكويت اللهم لك الحمد يعني نعيش يعني هامش الحرية في الكويت كبير لا يقارن بأي دولة أخرى عربية الحمد لله لكن يعني ممكن يكون هناك تضييق من خارج الكويت وكذلك مواجهة الجماهير والأفكار الأخرى وال والمعارضين والمبغضين والحاقدين فلما أنت تقف أمام الميكروفون لازم تدفع الثمن فممكن هذا اللي جعل اخواني واحبابي يعني يبتعدون عن مثل ممكن ممكن اما في الدول الاخرى لا ممكن ظروف اخرى ان ما ما لهم الحق ولم يعطوا الفرصه ان يتكلمون يعني هامش الحريه في بلادهم قليل فما فما تكلموا ولا انا اتمنى حقيقه ان اخواني يشاركوني هذه عرض ونقل هذه الاحداث لامتنا للاجيال القادمه هذا امر مهم جدا 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 الاخ بندر النمر يقول حديثك عن كلمه كلمه الملا عمر انه قال بوش وعدنا بالدمار والله وعدنا بالنصر وسنرى اي الوعدين اصدق ثم عقبت انت ان الذي رايته هو الدمار والله هذه يعني حقيقه لها قصه اولا انا وثقت هذه الحادثه كما سمعتها بالضبط في الكتاب وكانت دقيقه أن الملا عمر قال أن الله وعدنا بالنصر وبوش توعدنا بالهزيمة فنحن أمام وعدين فلننظر أيهما أصدق هذه اللي أنا حافظها ونقلتها بكل دقة ووثقتها بالكتاب اللي أنا كتبته أصلا قبل مقابلة الأخ عمر في الصندوق الأسود في, ذا في اللقاء سبحان الله اللسان يعني احيانا انت تغفل تنسى وزلت لسان فانا نسيت ففي اللقاء قلت ان الله أن الملعمر قال ان الله وعدنا بالنصر وبوش توعدنا بالدمار ما قلت بالهزيمه اخطات فانا ظننت اني انا قلت ايش وبوش توعدنا بالهزيمه انا ظننت ان انا قلتها صح وبوش توعدنا بالهزيمه ما كنت ادري ان انا قايلها بوش توعدنا بالدمار فلما الأخ عمار قال لي طيب واللي صار في أفغانستان دمار ولا لا فأنا قلت دمار على اعتبار أن هذا خارج سياق كلمة الملا عمر لأن الحرب لا شك أن يكون فيها دمار ووجود هذا الدمار في البلد لا يعني أن البلد هزم لأن الصراع لا زال مستمر المباراة لم تنتهي بعد لنحكم على الفائز المنتصر من المهزوم بمسألة الدمار وجود الدمار عدم وجود يعني الدول اللي انتصرت في الحرب العالمية الثانية رفعت راية النصر على كومة رماد وحطام الحضارة ويعتبرون أنفسهم منتصرين ويحتفلون بالنصر إلى يومنا هذا لأنهم يعتبرون أن الكرامة والعزة والحرية هي أعظم من مجرد صخور وبنيان. فأنا في اللقاء قلت لما قال لما سألني الأخ عمار قال لي واللي حدث دمار ولا لا؟ أنا قلت دمار. بعد ما خرجت أحد المقربين مني قال لي ترى أنت قلت في اللقاء أن كذا وكذا ودمار. قلت له لا أعوذ بالله أني قلت هذا الكلام لأن راح يكون معنى الكلام أن من الذي تحقق وعده؟ بوش وأعوذ بالله وأنا أصلاً وثقتها بالكتاب وأقولها في كل المجالس اللي يسألوني عما حدث أقول هذه بالنص فاتصلت بالأخ عمار أه وقلت له أبو عبد العزيز زاك الله خير ترى الموضوع كيت وكيت وأنا لساني زل فإما أن تعيد سؤالك لأن هذا أمر لا أخشاه أني أقول اللي حدث أن بوش قال كذا وكذا وكذا واللي حدث يعني هذا ما حدث بدقة فإما أن تعيد السؤال مرة أخرى وأجيبه في الحلقة القادمة أو أنك تقطع هذا لأن بهذه الطريقة راح يكون تشويه لكلامي فالأخ جزاه الله خير عمار تفهم الموضوع لأن الموضوع هذا مو رأي أنا قلته وبعدين قلت له لا حذفه هذا مو رأي هذه زلة لسان فالاخ ابو عبد العزيز يعني ادرك الامر وتفهم الموضوع وقال لي ابشر حاضر يزال الله خير تفهم الموضوع وقبل الاعلان ايضا نبهته نبهته اربع مرات اربع مرات واخرها قبل لا يعرض البرنامج بيوم تقريبا او يومين ويزال الله خير قال لي كل شيء تمام وكما تحب لكن تفاجات ان عرضت القصه كما هي لم تحذف فاتصلت على اخوي ابو عبد العزيز، قلت له ابو عبد العزيز شو اللي صار؟ ترى كذا كذا، فهو اقسم لي وان شاء الله يكون صادق يعني انا ما ما اشك فيه انه قال الخطا مو مني والله يا ابو سليمان الخطا مو مني لكن يبدو ان يعني هذا الخطا من المخرج او اي شخص اخر وانا اعتذر لك وهذا قلت له لا لا على عيني وعلى راسي وانا باذن الله اتقبل يعني تدارك و... ف... فهذا اللي حدث يعني هذا الموضوع جدا كان زلت لسان لا اكثر ولا اقل <applause>